بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس اللي بعد كده اسمه جلود الميتة. حاول تركز معايا كده. احنا قلنا ان كل الحيوانات وهي صحية طهرة ما عدا مين ومين؟ الكلب، لأن الكلب على مذهب مولانا الإمام الشافعي أصلا نجس. هو أصلا إيه؟ نجس. والخنزير أقبح حالا منه، أدي اتنين أهو. وكل الحيوانات، أسد، قطة، فار، سحلية، أبو رجل مسلوخة، كل الحيوانات في حال الحياة طاهرة. طب حال الوفاة؟ نجسة بالموت، ما عدا مين؟ السمك والجراد والإنسان، ما عدا السمك، ربنا يكرمك، والجراد والإنسان. هل يجوز بقى استخدام الجلد بتاع الميتة ده؟ أيوه. ازاي؟ اقول لك. قال المصنف: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. احنا قلنا وسائل الطهارة كام؟ اربعة. ايه هما؟ الماء والتراب والاستجمار اللي هو الحجر والدباغ. الدباغ عبارة عن ايه؟ احنا بنسلخ الخروف عشان نفصل الجلد من اللحم، فبيطلع في الجلد فضلات من الدهون او اللحوم تتعفن، فبنعمل حركه اسمها الدباغ، عمليه الدباغ. نكسب ايه بعمليه الدباغ؟ ان احنا يا اهل الخير بنقدر نستخدم الجلد وهو نظيف، فنضع اشياء حريفه سواء كانت مباحه زي الشطه، توضع كده على الجلد فتاكله، تاكل الفضلات، تخلصنا من هذه البقايا التي تؤدي الى التعفن. او ماده نجسه زي ايه؟ فضلات الحمام اشياء حريفه بتحرق، فلما نقوم رشينها بطريقه معينه اهل الصنعه تعرفها، تاكل الايه؟ الفضلات، فيتبقى الجلد. إلى وقتنا هذا الجلد نجس. إمتى يبقى طاهر على مذهب مولانا الإمام الشافعي؟ لما أغسله، وعلامة الطهارة فيه إنه لما ينشف وحطه في مية، المية ما تبقاش معفنة، تبقى مية إيه؟ يعني كويسة، ما فيهاش ريحة عفونة ولا أثار عفونة. طيب أنا لو سبته كده مع نفسه، الشمس عمودية عليه والشمس تنظفه، لا يسمى دباغا. طب دبغته من غير ما أغسله لم يطهر. يا أهل الخير ركزوا بقى في الكلمتين اللي بنقولهم. طب أنا بقى عجبني كلب حلو كده، رحت سلخه ودابغ جلد الكلب وغسله ومنظفه ورحت قاعد عليه، يبقى أنت قاعد على طهارة ولا قاعد على نجاسة؟ ليه ما أنا دبغته؟ ليه ما أنا غسلته؟ ليه ما أنا طلعت الفضلات؟ ركز بقى يا مولانا. إلا جلد الكلب، ليه؟ عشان هم في الأصل نجسين، يبقى الدباغ عمره ما إيه؟ ما هيطهرهم، يعني هم نجسين، عملية الدباغ تطهرهم؟ ما تطهرهمش. كل الحيوانات طاهرة ماتت كلها نجسة، فأنا جبت قطة، القطة دي صحية طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. رحت أنا بعد ما ماتت شلتها، يبقى أنا شايل لطهارة ولا للنجاسة؟ قلت حاضر يا سيدي، سهلة. رحت جايب القطة وغسلها 3 4 5 6 مرات، وواحدة فيهم بصابون بريحة. بعد ما غسلت القطة 5 6 مرات بالصابون، طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. ليه نجسة؟ نجسة بالوفاء. نجسة إيه يا سيادنا؟ بالوفاء.
هنا بقى الكلب وهو صاحي اصلا نجس، يبقى لما يكون ميت يبقى ايه؟ ها ده حط نجاسة على نجاسة كمان. طيب تعال بقى سيدي. والجلود الميتة، الميتة لها تعريف، هي التي ها زهقت او زالت روحها من غير زكاة شرعية. هي التي ها ذهبت حياتها من غيرها زكاة شرعية. طب انا جبت اسد ورحت اقطع له الحلقوم والودجين يبقى طاهر؟ ما انا ذبحته. ها ما انا ذبحت الخروف يا زيادنا، حكمه ايه؟ ها نجس. ليه نجس؟ لان الذبح للحيوانات التي احلها الله تعالى لنا. اقول تاني، يبقى الذبح للحيوانات التي شرع الله لنا ان نذبحها. فانا ذبحت جمل، حكمه ايه ذبح الجمل؟ حلال. حكم اكل الجمل المذبوح ايه؟ حلال. حكم اكل الاسد ايه؟ حكم اكل الاسد المذبوح ايه؟ اذن اي حيوان ربنا سبحانه وتعالى ما احلهوش لينا وذبحناه حكمه حكم الميتة. حكمه حكم ايه يا سيادنا؟ ميت. طيب حلو قوي، كلام جميل قوي. الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. في كلب، ده مثال افتراضي ممكن يتحقق، كلب اتجوز خنزيرة. بقول مثلا يا سيدي، فالكلب لما اتجوز الخنزيرة خلفوا لنا كده حاجة ظريفة شوية كده. نعمل ايه بقى في المولود الجديد ده؟ ابوه كلب نجس وامه خنزيرة نجسة، حكمه ايه؟ نجس. واحدة 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 واحدة. ادي الكلب نجس والخنزير نجس وما تولد منهما، فكلب وخنزيرة خلفوا لي حاجة حلوة كده. ثلاثة في النجاسة، كلب اتجوز معزة، الكلب ده ذكر والمعزة أنثى أو العكس، فراح مخلف لي معزة. أنا بقول مثلا المعزة دي أبوها مين؟ كلب. المعزة دي بقى أكلها ولا ما أكلهاش؟ ما أكلهاش. ليه ما أكلهاش؟ عشان أبوها كلب وبيدلعوها بيقولوا لها يا بنت الكلب. أنا مال أنا؟ أبوها كلب والله، أنا ماليش دعوة، أبوها كلب. وأنا بقى هنا اللي بألف. المعزة دي بقى تلحق بأمها تبقى معزة طاهرة ولا تلحق بأبوها الكلب وتبقى نجسة؟ تلحق بأبوها وتبقى نجسة. إيه السر إن المعزة دي نجسة؟ لأنها بنت كلب. مالي تضحكوا ليه؟ أنا مالي. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اصبروا بالراحة، بس بالراحة، ده فقه والله مش بنهزر. خليكم معايا بقى. ايه رأيك في الحيوانات اللي تزكت زكاة شرعية واتذبحت حكمها ايه؟ طهرة. انا ذبحت بقرة، حكم اكل من البقرة ايه؟ لان لو قلت نجس يبقى انا باكل نجاسة. يبقى الحيوانات التي زكيناها زكاة شرعية صارت ايه يا سيادنا؟ ها طاهرة. صارت ايه؟ ها طاهرة. انا بقى عايز اتكلم مع حضراتكم كلمتين. انا عندي عصفورة، طاهرة ولا نجسة؟ حمامة، طاهرة ولا نجسة؟ لما اذبح الحمامة طاهرة ولا نجسة؟ طب الحمامة ماتت وانا خدتها في شنطة
في ايدي كده عشان ارميها بره في الزباله عشان ما تبقاش حمامه في الجامع تنجسه. اقيمت الصلاه والشنطه دي انا حاططها في جيبي اللي فيها الحمامه اللي ايها الميته اللي هي النجسه. انا لما صليت وجسمي فيه ايه؟ طب لو انا حطيت الحمامه صاحيه يبقى طهره. ركز في المعلومتين دول. في قاعده بتقول لي كل ما قطع من حيوان حي فحكم المقطوع حكم ميتته. كل ما قطع من حيوان حي فحكم المقطوع حكم ميتته. هقول لكم بس بالراحة. أنا دلوقتي كبني آدم طاهر ولا نجس؟ طاهر. طب أنا وقعت علي نجاسة يبقى طاهر ولا نجس؟ لا طاهر ولا نجس، اسمي متنجس. لا طاهر ولا نجس، اسمه يا سيدنا ها متنجس. الإنسان دلوقتي لا قدر الله كان مريض مرض شديد فالدكتور قال نقطع رجليه لأننا لو ما قطعناش رجليه هيموت، فنرتكب أخف الضررين فقطعنا له إيه رجله. بعد ما قطعنا له رجله حكم رجله إيه؟ طاهرة ولا نجسة؟ قبل ما تتسرع في الإجابة لازم نسأل سؤال. حكم الإنسان ده كله على بعضه من أول شعره لضوافر رجله لما يموت حكمه إيه؟ إذن المقطوع من طاهر حال الحياة طاهر. بقرة لا قدر الله وهي ماشية راح عربية خبطاها كسرت رجليها، قلنا وماله؟ الرجلين دي الكوارع تتنضف كده وتتقطع وتعمل عليها شوربة وتبقى شوربة كوارع ترم العظم كده، واحنا داخلين على الشتاء والكوارع يعني دي أكلة شعبية تراثية يعني حاجة جميلة قوي. فخلاص هنعمل ايه؟ نجيب للبقرة عكاز تمشي عليه أو رجل صناعي وناكل ايه؟ ده رجل الكوارع الواحدة ب45 جنيه. راح جه واحد قال لي يا مولانا تعالى، قلت له نعم. قال لي الرجلين دي اتقطعت من مين؟ قلت له اتقطعت من بقرة طاهرة يجوز أكلها لما تتذبح. قال لي بس استنى، هي اتقطعت لما اتذبحت ولا اتقطعت وهي صاحية؟ يا أهل الله، اتقطعت وهي صاحية ولا وهي مذبوحة؟ وهي صاحية. ما أنا بقول لك حادثة، البقرة عملت حادثة فقطعوا رجليها. حكم المقطوع من البقرة الصاحية كحكمها لما تكون ميتة. البقرة لما تموت الفلاح الغلبان بيعمل فيها ايه؟ بياخدها يرميها. ترمي 15,000 جنيه؟ ايوه يا مولانا عشان نجسة، ما تذبحها يا سيدي. يعني البقرة لما ماتت كلها؟ لا، احنا مسلمين ما ناكلش ميتة. فالفلاح الغلبان اللي ربنا ابتلاه تبارك وتعالى، والمؤمن يبتلى زيادة حسنات وغفران للذنوب. فهمتوها؟ المؤمن بيبتلى ايه يا سيادنا؟ ها زيادة حسنات وغفران ايه؟ ولا تظن ان البلاء بذنب، لا، واحدة واحدة. فأكثر الناس ابتلاء الرسل والأنبياء، والرسل والأنبياء لا يرتكبون ذنوب أبدا، صح ولا غلطان؟ فيبقى لما تلاقي نبي مبتلى يقول لك أحسن من اللي عمله، كل اللي عمله خير، مفيش نبي عمل شر أبدا، سبحان الله. لكن يبتلى الناس على قدر دينهم، وأعلى الناس دينا مين؟ الأنبياء والرسل. فدي قاعدة خلي بالك منها. هنا يا أهل الخير، هنا يا أهل الخير، إذا انفصل جزء من حيوان طاهر حال الحياة حكمه حكم ميتته. إيه حكم رجلين البقرة اللي اتقطعت والبقرة صاحية؟ حكم البقرة لما تموت، البقرة لما تموت حكمها إيه؟ نجسة. إذن رجلين البقرة نجسة.
احنا ماشيين دلوقتي نصطاد، رمينا الصنارة فراحت جت في سمكة كبيرة زي سمكة التونة. سمكة التونة دي 500 كيلو، اقل سمكة التونة 200 كيلو، ونشد والسمكة تشد ونشد والسمكة تشد، رحنا قطعنا منها حتة 20 كيلو بس. طلعت لي انا بدي مثال افتراضي برضو، طلعنا في الصنارة بحتة قد كده، والسمكة عملت ايه؟ مشت. اللحمة دي اتفصلت من حي ولا لا؟ حكم الانفصال ده ايه؟ نرجع للقاعدة، ما قطع من حي حال الحياة فحكم حكم الموت، وما قطع يبقى معلش حكم هنا حتة اللحمة دي اللي اتقطعت من سمكة صحية حكمها ايه؟ حكمها حكم السمكة الميتة. حكم السمكة الميتة ايه؟ خلاص خلصت. يبقى ما قطع من طاهر بعد الوفاة يبقى طاهر وهو صاحي، وما قطع من ايها؟ من نجس حال الوفاة يبقى نجس ايها؟ قبل ما يموت وبعد ما يموت. مين مش فاهم؟ نعم، ايه السؤال؟ سيدنا لا انا عايز سؤال في الدرس. الجلد بتاع الخوف مدبوغ ولا مش مدبوغ؟ مش مدبوغ يبقى نجس والصلاة بطلة، مدبوغ يبقى طاهر والصلاة صحيحة. لا نسأل يا ماما، لكن غالبا إذا كان بيبيعوا مسلمين فنحن نغلب الظن. إيه الظن يا سيدنا؟ أنه مدبوغ. وعملية الجلد بتمر بمراحل كثيرة، هذه المراحل تؤدي إلى طهارتها، لأن ده في مجملها عملية دباغ. صلوا على النبي بقى. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس. ما هو لحمها نجس من باب أولى إيها؟ العظم والشعر. إلا الآدمية. ليه الآدمية؟ قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان طاهر في حال الحياة وطاهر في حال الإيها؟ الوفاة، لأن الله طهره حيا وميتا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.